اليوم انا كيشرفني هذا التكريم هذا اللي تكرمت من طرف هاد الناس هادو اللي شرفوني وشرفوا الابن تاعي وشرفوا المنطقه تاع عين الشق والمغرب كامل باجمله باكمله. وهذا حافز لنا ان شاء الله باذن الله باش الكره المغربيه ترفع ان شاء الله باذن الله نجيبوا كوب افريقيا ان شاء الله باذن الله مع الوليدات هاد الوليدات هادو اللي كان نطلبوا ربي سبحانه وتعالى يسر لهم ويعاونهم باش يجيبوا لنا هاد الكاس هذا ان شاء الله باذن الله. كنشكر الناس تاع عين الشوق والمغرب كامل وبالخصوص الناس تاع عين الشوق لحقاش انا كبرت تما وترعرعت تما ولدي تا هو كبر تما تقريبا قبر في فرنسا ولكن كيجي بزاف لعين الشوق وهذا شرف لينا وشرف للمغرب كامل ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى ربي سبحانه وتعالى يوفق الوليدات جميعا. ايوا كانت ديك الاصابه الحمد لله بعدا كاين دابا رجعوا الامور ان شاء الله للمياه الى مجاريها والحمد لله دابا كيتمتع بواحد الصحه جيده الحمد لله. وان شاء الله باذن الله كوب افريقيا ان شاء الله نتمنوا من ربي سبحانه وتعالى يعاوننا على قبل كوب افريقيا بدا لحق جاب كاع الفروق دابا اللي غادي تاخذ الاحتياطات مع داك الشيء اللي داروا تبارك الله في كوب دي موند 22 وان شاء الله باذن الله ونتمنوا التوفيق من عند ربي سبحانه وتعالى وحنا كنشجعوهم بقلوبنا وبكل شيء كل شيء ان شاء الله باذن الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.